بات المصريون يقدرون على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وذلك بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة التي تنطلق يوم 21 من يونيو المقبل، في خطوة جديدة للقضاء على السوق السوداء، حيث تم إطلاق موقع تذكرتي على الإنترنت من أجل الحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية. يأتي هذا النظام مستخدماً أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإلكتروني عالمياً. اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن كيفية حجز التذاكر إلكترونياً. يقوم المشجع بتسجيل بياناته للحصول على بطاقة المشجع التي تتيح له حجز التذاكر، وستكون بمثابة جواز مرور من بوابات الاستادات المختلفة أثناء البطولة، بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها. سهولة النظام تأتي في خطوات تتم خلال دقائق معدودة. أولها الدخول على موقع تذكرتي، اختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم رقم الهاتف المحمول، لتصله بعدها رسالة نصية تحتوي على كود تشغيل التسجيل. بإدخاله في الخانة الظاهرة على الشاشة يبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع، وذلك حسب بطاقة الرقم القومي مع إرفاق ملف صورة شخصية وملف لصورة من بطاقة الرقم القومي. يبدأ النظام في التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة. هو الأمر الذي بدأت الأنظمة العالمية لإدارة البطولات العالمية مثل كأس العالم في استخدامها لضمان أمان المشجعين في الملاعب. المستخدم ينتظر لحين وصول رسالة نصية جديدة أو بريد إلكتروني يضم الرقم الخاص ببطاقة المشجع وكلمة المرور على النظام. بذلك يتم التسجيل بنجاح. بعدما يدخل المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور، يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب في الحجز بها. يختار الدرجة التي يود الجلوس بها ومكان الجلوس للتشجيع. النظام يتيح الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع. يتم الدفع إلكترونياً. يمكن للمشجع طباعة بطاقة المشجع وكذلك التذكرة التي قام بحجزها من خلال منافذ الطرح. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، كما تسلم الرئيس أول بطاقة لمشجع في البطولة. اللجنة المنظمة قامت بتوزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التي تستضيف المنافسات في القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، حيث ستقام المواجهات في 6 ملاعب هي استاد القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، السويس، الإسماعيلية، والإسكندرية.